قدمت مملكة البحرين تقريرها الوطني الثالث لمجلس حقوق الإنسان في مقر المجلس بجنيف اليوم، امتدادا لتعاونها مع المجلس في إطار آلية المراجعة الدورية الشاملة لحقوق الإنسان، والذي ينطلق من موقف المملكة من النهج الإصلاحي لجلالة الملك المفدى الذي أرسى مبادئ تعزيز وحماية حقوق الإنسان في مجتمع ديمقراطي يسعى لتحقيق الأمن والأمان والتنمية والعدالة للجميع. وتناولت كلمة سعادة السيد عبد الله بن فيصل بن جبر الدوسري مساعد وزير الخارجية تعاون الحكومة بإيجابية ومسؤولية مع توصيات الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان بخصوص التقرير الوطني الثاني الذي اعتمده المجلس في مايو 2012، من خلال تأكيد دعمها لتنفيذ 154 توصية بشكل كامل. ولإلقاء المزيد من الأضواء حول هذا الموضوع معنا من جنيف عبر الهاتف وعلى الهواء مباشرة سعادة السيد عبد الله بن فيصل بن جبر الدوسري مساعد وزير الخارجية. سيد الدوسري، بداية نحن نرحب بك، ومن خلال تقديم البحرين لتقريرها الوطني الثالث لمجلس حقوق الإنسان، هل لك أن تطلعنا على مجريات جلسة الاستماع اليوم؟ شكرا سيد الفاضل. مملكة البحرين اليوم قدمت تقريرها الوطني الثالث بموجب آلية الاستعراض الدوري الشامل لمجلس حقوق الإنسان، ويأتي هذا التقرير الثالث وفاء والتزاما لمملكة البحرين بكافة التعهدات الدولية فيما يتعلق بالتعاون التام مع المفوضية السامية ومجلس حقوق الإنسان وآلية الاستعراض الدوري الشامل، وأيضا انسجاما مع الرؤية الملكية السامية والنهج الإصلاحي لصاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، الذي يعتمد أساسا على ركائز تعزيز وحماية والتنمية البشرية للإنسان كنموذج كاستراتيجية وطنية قائمة لعملية التطوير في كافة المجالات السياسية والمدنية والثقافية والاجتماعية والاقتصادية وغيرها. فقدمنا اليوم تقرير مملكة البحرين وتم استعراضه أمام المجلس، وألقينا وسلطنا الضوء على عديد من المحاور والاتجاهات التي وردت في تقرير البحرين، وتم فتح المجال لعدد من الدول لتفضل بإلقاء بعض الأسئلة أو البيانات أو بعض التوصيات المتعلقة، وكما أتيح للوفد مملكة البحرين المتمثل من كافة الوزارات والمؤسسات الحكومية بتقديم رؤاها وأيضا ردودها. طيب، على العديد من الأسئلة المطروحة. طيب سيد الدوسري، يعني ما هو الجدول الزمني المحدد من قبلكم للرد على القضايا المثارة في جلسة مجلس حقوق الإنسان؟ اليوم تم الرد على كافة القضايا والمسائل المثارة من قبل مجلس حقوق الإنسان وأيضا من قبل بعض الدول المجتمع الدولي من داخل مجلس حقوق الإنسان، وكافة الأسئلة تم الرد عليها بإسهاب وبتفاصيل وبمصداقية وشفافية ومن منطلقات قانونية وممارسة حقيقية في أرض الواقع بما يعكس التطور والتقدم الحاصل في مملكة البحرين في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان. فكان تقرير البحرين اليوم مثالي وحاز على إعجاب كافة الدول العالم الموجودة بالمجلس، وتم الإشادة بالتطورات والمنجزات في الكثير من مناحي المملكة بما يعكس الرؤى الثاقبة والاستراتيجية الوطنية الناجحة التي تنتجها حكومة البحرين. نعم. وأيضا استمعنا إلى عدد من التوصيات والأسئلة من عدد من الدول الذي أشارت إلى نواحي تشجع على المزيد من التطوير والسير قدما في مجال تعزيز حقوق الإنسان بما يحقق الأهداف المشتركة لمملكة البحرين والآليات الأممية المعنية بتطوير وتعزيز حقوق الإنسان. إذا من جنيف سعادة السيد عبد الله بن فيصل بن جبر الدوسري مساعد وزير الخارجية، كنت معنا عبر الهاتف من جنيف، شكرا جزيلا لك.